الجميلة المتألقة دائما اللي دائما بتدعم مهرجان القاهرة السينمائي. صبا مبارك، بقول لك منورة الدنيا كلها وفستانك تريشي. شكرا، ميرسي جدا، ربنا يخليك. عايز اعرف الاطلاله الجميله دي بتوقيع مين الاول؟ ليث معلوف، مصمم ازياء اردني. حبيت اتعاون معه هاي السنه وعجبني كتير الفستان لانه فستان هابي هيك حلو. زي ما قلت انت كل سنه بتدعمي المهرجان بقوه، دورك السنه دي ايه؟ لا، السنه دي ضيفه شرف، جايه احضر افتتاح المهرجان واحضر شويه افلام وبعد كده مسافره. ليه؟ توحشينا كتير. لما انا بهرجع بقى بسرعه ان شاء الله. هرجع بقى بسرعه. طيب قولي لي بقى اكتر حاجه لفتت نظرك النهارده في حفل الافتتاح. تنظيم كان مهم جدا، وطبعا الافلام اللي اعلن عنها كلها كويسه، بس ده مش غريب على مهرجان القاهره، الافلام دايما كويسه، بس السنه دي التنظيم الحقيقه كان مميز. يعني ان شاء الله الختام هتكوني موجوده. ما اتوقعش، بس يعني اتمنى لكل حد الحظ السعيد والنجاح. ثانك يو، مليون مبروك. شكرا.